بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس 18 في الجافا سكريبت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على وايل وعلى فور، على اللوبينج بصفة عامة وعلاقتها بالسترينج. هناخد مثال بسيط جدا إن شاء الله. المثال ده بيبقى في أول سطر منه هنروح نعرف متغير. المتغير ده هنسميه ماي سترينج، عبارة عن فاريبل اسمه ماي سترينج. أدي أول حاجة. السطر التاني المتغير ده مفهوش اي قيمة خالص، قيمة فاضية. لما بعمل دبل كوتيشن او بعمل سنجل كوتيشن معنى كده انه مفهوش حاجة خالص في البداية. يبقى الماي سترينج دوت ده عبارة عن متغير فاضي مفهوش اي قيمة. طيب انا هنا عايز اشتغل بوايل. فين بداية وايل؟ ادي وايل، وادي الكيرل بريسز بتاعتها، وادي نهاية الكيرل بريسز بتاعتها. هي دي جملة وايل. طب انت عايز تقول له ايه؟ انا عايز اقول له طالما ان ماي سترينج ده اللي هو المتغير دوت اللي انا لسه عامله من شويه وخليت قيمته فاضيه، طالما هو نوت ايكوال لا يساوي كلمه اند، طالما هو ما بيساويش كلمه اند تفضل ايه؟ تفضل مستمر، تفضل مستمر. طب لو سوى كلمه اند يبقى اللوب هتقف، يبقى وايل شغاله بشرط. ايه هو الشرط؟ ان المتغير ده ما تحطليش في كلمه اند. طب لو حطيت في كلمة end يبقى انت كده خلاص، يبقى انت كده هتخرج منين؟ من اللوب. طيب جوه وايل هنفذ سطرين. السطر الأول عبارة عن ايه؟ عبارة عن برومبت. البرومبت ده بيروح يسألني، بيقول لي دخل لي أي قيمة، كلمة، جملة، إن شاء الله حتى يكون حرف، دخل لي جملة معينة أو كلمة معينة، بس بشرط لو حبيت تخرج اكتب end to ايه؟ to finish. ما احنا اتفقنا لو كتب هنا اند هو ده الشرط بتاعي، لو ما كانش بيساوي اند كمل. طب لو كان بيساوي اند اللوب هتقف. يبقى هنا بيديله بس كده زي الارم، بيقول له خلي بالك اند تو فينش، لو حبيت تكتب اند هتخرج. طبعا ده سترينج عادي انا بكتبه داخل برومبت، جملة عادية بكتبها داخل برومبت، تمام. بعد كده السطر التاني عبارة عن كتابة. هروح اكتب، هقول له دوكيمنت رايت، روح اكتب لي الكلمه ديت ذا لينث اوف اللي هو طول الايه المتغير ده اللي هو ماي سترينج. انا عملته بين اتنين كونكاتينيشن. طول المتغير ده از عباره عن المتغير نفسه دوت لينث. على فكره اللينث دي يا جماعه بروبرتي، اللينث ديت بروبرتي خاصه بالسترينج. هنا المتغير ده اسمه ماي سترينج، اللينث بتاعته لو طول السلسله النصيه هيروح يعد الكلمه اللي انت كتبتها. انت كتبت مثلا هاني، هيروح يعد ال H وال A وال N وال Y وبعد كده ينزل سطر. يعني مثلا كتبت هاني هيجيب لك H A N Y، هيجيب لك اربع حروف، تمام. وفي الاخر خالص هيروح يطبع كلمة thank you. يبقى الدوارة دي هتفضل شغالة طالما انت ما كتبتش end. تعال نجرب البرنامج دوت. هروح اعمل run، هقول له هاني وادوس enter، لسه الدوارة شغالة معايا لأني ما كتبتش end، أهو بيقول لي end to finish. طب اكتب كده end وأقول له أوكي، هيطلع لك إن هاني أربع حروف وجاب لك كمان إن end كام؟ تلات حروف. البرنامج ما فيهوش أي مشاكل خالص، كل الفكرة فكرة while. طالما my string not equal end افضل مستمر، طالما ما بتساويش ال end افضل مستمر وتفضل الدوارة شغالة. والفكرة كلها أنت اللي بتكتب الكلمة اللي أنت عايزها بناء على البرومبت. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.